الجرح والتعديل في المشايخ بسلم الشغل. شاب صغير خلاص يجي الأكبر شيخ هذا ضل أضل من اليهود والنصارى. يا أخي أنت لابس استريتش لسه ما زلت. قال لك لا هذا ضل. طب يا أخي ما تغتبش المسلم. قال لا أنا من علماء الجرح والتعديل. ونصب نفسه عالما من علماء الجرح والتعديل وخول لنفسه أن يطعن في كل واحد.